بتتابع الالعاب اللي اولادك بيلعبوها بالموبايل؟ طبعا اه متابعه. اه بتابعها طبعا. لا صراحة أتابعها لأني بيبقى فيه ساعات ألعاب مثلا زي ببجي أو فري فاير أو حاجات كده، بيبقوا هم بيعرفوا ناس تانية، مستويات تانية، أعمار تانية، فلازم إن أنا أبقى فيه رقابة وفي كنترول. فيها حاجات أختارها لهم يلعبوها وفي حاجات مش أختارها لهم. أكيد بيبقى فيه متابعة، الكويس بخليهم يلعبوا واللي كده لا. الاول كنا بنعمل الرقابه دي، دلوقتي ما اعتقدش ان في اي ام بتراقب اولادها بنسبه 90%، معظمهم بيسيبوا الاولاد للتليفونات عشان كل واحده تريح دماغها وتشوف بقى هي وراها ايه، عايزه تنام، عايزه تتكلم هي كمان في التليفون، فالاطفال بقى منهم لنفسهم قاعدين لوحدهم على التليفونات. اولادك بيقضوا وقت قد ايه وهم بيلعبوا على الالعاب؟ ممكن مثلاً 4 إلى 5 ساعات، يعني مثلاً في وقت رينج 4 ساعات 5 ساعات. كتير والله، بيقضوا وقت كتير خصوصاً أيام الأجازة على الآيباد، يعني معظم الوقت بيقضوه على الآيباد. ممكن 2 3 ساعات وما بيبقوش حاسين إن هم لعبوا. ساعة في اليوم، ساعة ونص بكتير يعني. ده كل الوقت بالنسبة للأيام ديت، يعني أنا في المطبخ في الحاجة كل الوقت، التلفزيون دلوقتي بقت حاجة قديمة. هو حالياً يعني دلوقتي 90% من اليوم، يعني من اول ما بيصحى لحد ما بينام، يعني مش اكتر من 2 ساعات في اليوم. ايه الالعاب بقى اللي اولادك بيلعبوها بشكل مستمر؟ ببجي، فري فاير، عشان هم اولاد. العاب استراتيجي هول، الحاجات دي، ببجي وميدل اوف اونر، كذا كذا لعبه يعني. اولادي الكبار بيلعبوا لعبه اسمها فالورنت وببجي وفورتنايت، وبنتي صغيره بتلعب حاجه اسمها روبلوكس، يعني اللي هي زي بتاعت ماريو بتاعت زمان، حاجات بتقعد تنط كده، السمكه بتصطاد سمك، زوما، حاجات كده يعني. هي مش بتبقى العاب اكتر من انها سيرش على اي حاجه، يعني في السن الاطفال وكده بيبقى كله سيرش. كاندي كراش وفي لعبه المطعم تقريبا. كاندي كراش وانا كمان. رجعنا لكم مره تانية بعد ما شفنا راي الشارع بيقول ايه في الموضوع ده، في متابعه الاطفال على الالعاب الموجوده على السوشيال ميديا. 90% يا دكتور محمود ما بيتابعوش اولادهم والالعاب اللي بيلعبوها. فعلا 90%. حضرتك اديك سؤال صغير، سؤال صغير جدا، او يعني ملاحظه صغيره جدا. حضرتك هم دلوقتي فين؟ في الشارع. في الشارع. في الشارع. مع مين؟ مع استضافه. طب يعرفوا ابنهم دلوقتي بيتابع ايه او بيعمل ايه؟ ما بس دكتور في حاجه دلوقتي، انه انت ينفع تفتح تليفون ابنك تخلي التليفون عندك كله بالايميل وبابلكيشن بينزل بتشوف هو بيلعب ايه، وتقدر تمسح اللعبه من عندك، وما يقدرش ينزل اللعبه غير من تليفون الاب او الام. ده 10%. يعني دول الناس اللي بتتابع كويس جدا 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 مع اولادها. دول 10% على المهتمين. حضرتك من المداخله اللي كانت في الشارع، الاستاذه اللي قالت كان زمان في متابعه، في رقابه، في توجيه، في كلام، في مشاركه، في معاونه، ان انا حتى المسلسل نفسه بتابعهم فيه. المسلسل نفسه زمان كان فيه قيم انا بقدمها للمجتمع، كان بيحاكي حضرتك بيتك، كان حتى كمان المسلسل كان الفنان لما يقول حاجه انا بكملها معاه لانه بيقول لغتنا، بيقول اللي احنا بنقوله. مظبوط. دلوقتي الموضوع اختلف تماما، الموضوع بقى عباره عن اضواء، عن موضوع تصوير عالي جدا، عالي في القمه وفائق السرعه، بس في الاخر المحتوى ايه؟ المحتوى بتاعنا تماما على فكره. تماما. وبالتالي انا بغزو ايه؟ بغزو الطفل من سن صغير لحد سن المراهقه، وبالتالي انا بزود الاعتراض، بزود سن العند، بزود ان هو يكون مستقل بذاته، بس بشكل يخوفني انا. مش شكل يبقى معايا، بل يبقى ضدي. طيب. طب دكتور احنا عايزين نفصص راي الناس في الشارع واحده واحده كده، يعني انا دلوقتي ابني خلاص انا في الشارع وانا من الناس ال 10% مش اللي مراقبه تليفون ابني وسايباه كده، طيب المفروض اسيب له اللعب او الابلكيشنز او الحاجات الكتير قوي دي، اسيب له يقعد قد ايه في اليوم؟ المفروض يبقى الطفل طبيعي مش يبقى متمسك جدا جدا بالتليفون او بالتابلت او بالايباد. طيب هتكلم في حاجه صغيره جدا هناقشك فيها وحاجه حلوه جدا، انا هديله التابلت او الايباد لان دلوقتي بقى خلاص بقى بالنسبه لنا زي ما اتقال بقى لغه العصر. مزبوط. حتى كمان التعليم نفسه اتجه للتابلت، التكنولوجيا. مزبوط. طيب انا ليه ما دعمش مع طفلي اعمل له حاجه عمليه اسمها التشتيت، ما دعموش بالانشطه، يعني اخليه في التمرين وليكن مثلا هوايه بيحبها الكره القدم او السباحه او حتى كاراتيه، وبالتالي انا كده حصرت وقته في وقت صغير جدا انه يتعامل مع التابلت. انما لو انا سايب له اليوم كله من غير انشطه، لان مش الكل قادر ان انا اودي ابني تمرين. مزبوط. او اودي انشطه، وبالتالي انا بكتفي زي ما قالت الحاله اللي في الشارع، قالت انا بكتفي طول ما هو مشغول عني او مشغول وساكت انا بشوف اللي ورايا، سواء نايم او حتى بكلم جارتي او بكلم في التليفون او بعمل اللي ورايا. ايوه طبعا.
وده شيء طبيعي دلوقتي، ده اللي بيحصل يعني. فده يخليني اسال حضرتك يعني، هل في بروتوكول معين المفروض ان انا اقدر اتبعه وابقى ام مراقبه جيده او متابعه جيده جدا للمحتوى اللي بيتعرض ليه ابني، خصوصا مع طبعا انتشار السمارت فون او الهواتف الذكيه والتابلتس؟ هل افضل ان انا اكون متابعه جيده ولا امنع خالص استخدام الحاجات دي لحد ما يوصل لسن معين؟ لا، فكره المنع مش هتحل حاجه، فكره التوجيه. على فكره لو احنا عايزين بروتوكول وعايزين حلول، اول حاجه هنتكلم فيها اللي احنا ناقشناها من شويه، المشاركه. اشارك ابني في كل حاجه، اشاركه في اللي انا بعمله، وبالتالي انا لو شاركته في اللي بيعمله يبقى كده عمليه تبادليه، لان كل مبادل بيستمر معايا كتير ومتوازنه. بالظبط كده. انما لو انا منعته، وليكن حاجه صغيره جدا، انا بدخن سجاير وامنع طفلي، همنعه ازاي؟ او انا بعمل حاجه صغيره هو بيعملها بالظبط، هو اقرانه كلهم اصلا بيمارسوا الحاجه دي، فهو هيبقى منبوذ جدا يعني، يعني حاجه هو من ضمن الحالات اللي جات لي او اتوصفت عليا، في اسره مدمنه سوشيال ميديا، وبالتالي بتوجه ابنها يا السوشيال ميديا غلط، لا انتبه شويه لنفسك، انتبه لدروسك. قال له يا بابا ما انت قاعد طول النهار على السوشيال ميديا، طب انا فرق عنك ايه؟ انا بعمل زيك، مش قادر اقبل النصيحه منك. يعني في برضو مقوله، حتى لو في بيتك مكتبه فيها 3000 كتاب، في الاخر ابنك ما بيتعلمش من الكتب، بيتعلم من اسلوبك. صح، بياخد منك انت، والام انت مدرسه فعلا. هي الام البيت مدرسه، نفسه مدرسه. دي حقيقه. الاب مش عايز اخصص بصراحه، لا زي ما الام ليها دور، الاب ليه دور. الجواز مشاركه، حتى الخلفه مشاركه، كل حاجه. بالظبط، انا مش عايز احمل الدور كله على الام طبعا. ولا عايز احمل برضه الدور كله على الاب، الاسره كلها مشاركه، كل حاجه، حتى الاكل مشاركه، كل حاجه. ان احنا نقعد على ترابيزه واحده وناكل، ونتعلم ان انا ما اعملش اكله وادخل المطبخ لوحدي وده ياكل في اوضته. واحنا زمان كنا بنحس اذا كان اهالينا متخانقين ولا لا، عمرنا ما شعرنا بكده اصلا. كان دايما السفره كامله، لازم الكل، لازم ميعاد مقدس نقعد عليه. المسلسل الساعه 7 وربع ده كله قاعد بيتابعه، كله مستنيه. معلش، البرامج حتى اللي كانت بتيجي، حتى كمان تجسيد الشخصيات، كان الكل بيتابع. كان صوت الانتاج وصوت القاهره وقطاع الانتاج برده بتاع المزبيرو كان عامل شغل عالي جدا جدا جدا، اتمنى يرجع تاني. انما لو اتكلمنا عن المحتوى اللي احنا نقدمه لاطفالنا عشان الحلول، اول حاجه خالص المشاركه دي مهمه جدا. تاني حاجه ان انا اكلم طفلي ورغاء واكد له ان هو محبوب، لان الطفل مجرد ما استشعر ان انا انشغلت عنه، الطفل ما بيجيش في دماغه ان انا مشغول عنه عشانه، انا مشغول عنه عشان انا مش فاضيله، وبالتالي لما يجي يكلمني انا مش فاضي فعلا، وبالتالي طب سيبني شويه. انما لو اديت طفلي وقته واكدت له ان هو اغلى حاجه في حياتي، هو المشروع ان انا بستثمر حياتي عشانه، هنا هيقدر. لو كلمت طفلي في مواضيع اكبر من سنه، وليكن مثلا الاكتئاب والانتحار، وعرفته ده عاقبته ايه، وعرفت ليه بلجأ لكده، انا كده فتحت مداركه. انما كل حاجه في حاجه كويسه يعني. طبعا. انما هذه حاجه صغيره جدا. كان زمان في التسعينات كانوا فاصلين من اعدادي تقريبا، فاصلين الاولاد عن البنات. طب كان زمان قوي قبل كده، كان لحد سن ثانوي في السبعينات والخمسينات كانوا مع بعض، كانوا اصحاب وجيران ومشاركه، ما كانش فيه تحرش، ما كانش فيه اغتصابات، ما كانش فيه حاجه، لانه اتربوا مع بعض.